يعني عايزه ابتدي بامراض الكبد، احنا كنا فين وكنا هناك ليه؟ يعني ايه كان السبب الحقيقي وراء التفشي الرهيب لفيروس سي في مصر؟ شوف، هي قصه كبيره قوي، وانا عايز بس ادي ان منظمه الصحه العالميه في عام 2014 كانت عملت ريبورت تقرير ان نسبه الاصابه بفيروس سي في مصر 22%. احنا شغالين في المجال ده، اتخضينا من الرقم اللي تم اعلانه. طب. لكن اتعملت دراستين، في دراسه اللي هي ديموغرافيك إتش سيرفي او هيلث سيرفي اللي هي DHS، اتعملت مرتين، مره في سنه 2008 ومره سنه 2015. في 2008 لقوا النسبه الاصابه الناس اللي عندهم BCR ايجابي كان حوالي 10%، برضه رقم مرعب. في 2015 قلت شويه بقت 7%، انا بتكلم BCR مش الاجسام المضاده، يبقى الرقم كان ايه؟ حوالي 7% في 2015، كان اقرب للحقيقه. فكان فيروس سي هي المشكله الصحيه الاولى في مصر، ودي كانت حقيقه. لما نقول ان الدول العالم الثانيه كنا احنا رقم واحد بنسبه الاصابه لعدد السكان، كان الدوله اللي بعدينا كان نسبه الاصابه اقل من 4% من عدد السكان. فكان في مشكله كبيره. والمشكله دي ما كانش في علاجات شافيه، يعني كان إنترفيرون طويل المفعول، وما كان في 12 فئه من مرضى. انا بس عايز اسال حضرتك عن ايه سبب ارتفاع الاصابات وقتها؟ دي القصه المعروفه، موضوع البلهارسيا، او مش السبب الدواء الترتر إيميتك او الترطير الموقي هو السبب، سبب المحاقن الزجاجيه، يعني كان بيده يعني. كان ما كانش فيه البلاستيك او الاستخدام الواحد، وكان بنظام غالي للحقن، وكان الوقت مش كافي، فكان تعقيم مش 100%، فكان عنده فيروس سي كان بين الاخرين، وساعتها ما كناش نعرف فيروس سي. يعني احنا الموضوع ما كانش على البال حتى. لا هو اكتشف سنه 89. احنا كان مساله علاج البلهارسيا بالحمله القوميه كان في الستينيات والسبعينيات واوائل الثمانينات، فكان دي السبب الرئيسي. وبدا الانتشار، واهلنا في الريف بداوا يجوا في الحضر، وبدا النشر واحنا مش عارفين. كان بيسميه نان اي نان بي، غير الف وغير بي. فلما اكتشف بقى سنه 89 لقينا ان الارقام الكبيره بالنسبه للفيروسات الغير معروفه لا الف ولا ب هي نتيجه فيروس سي، واصبحت هي المشكله الصحيه الاولى في مصر ساعتها. وهنا بقى كانت التاسك وكان التحدي الرئيسي لاي وزاره صحه، بالعكس للدوله كلها.